استاذ وائل يا عبد الغازي. استاذ وائل قول لي، هل في جديد في القضيه؟ انا سؤال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في جديد في حضرتك، القضيه بتاعت اخوك؟ حضرتك النهارده احنا كنا في النيابه حضرتك. انا رحت النيابه النهارده، وكان الضابط اللي ضرب اخويا كان هناك قاعد طبعا بيشرب الشاي، وتفضل يا باشا الشاي، وتفضل يا باشا السيجاره، وكان قاعد طبعا برنس جدا قدام عيني وقدام المحامين اللي كانوا معايا شاهدين برضو على الكلام ده. النهارده في النيابه رجعت تاني المستشفى، اخويا عمل 4 عمليات وفقد، من كلام الدكتور فقد وظائف المخ خالص تماما. 4 عمليات، 4 عمليات، والدكاترة قالوا لك حالته خطيرة وانه فقد وظائف المخ. فقد وظائف المخ، والحالة خطيرة جدا، وعمالين اللي هو 24 ساعة لا يعيش لا يموت. طب هل تم اخلاء سبيل ضابط الشرطة بكفالة 5000 جنيه؟ ده حضرتك اللي انا قريته على النت وشفته على الفيس، ان بيقول لك اتخلى سبيله، انما انا مش عارف حضرتك. انا مش عارف يا استاذ وائل، والله يا استاذ وائل. انا هو الخبر انه نيابه شبين الكوم، نيابه بندر شبين الكوم اخلت سبيله بكفاله 5000 جنيه، والكفاله معناها انه في قضيه لسه، لكن طبعا يعني اخلاء السبيل في حد ذاته يعني مساله هنا يعني فيها وجهات نظر مختلفه يعني. يا استاذ وائل، عايزين حق اخويا يا استاذ وائل. طيب هنا البعض في الخبر بيسرب انه اصل اخوك عليه قضايا مخدرات وعليه قضايا. بص يا استاذ وائل، قالوا الكلام ده كتير، مفيش الكلام ده خالص. اللي عنده حاجه يثبتها، ولا عمره اتحبس يوم يا استاذ وائل، وعهد الله. هو كان زمان ايام الشقاوه طبعا وهو صغير كان يتخانق يعمل مشكله، يروح يطلع تاني يوم براءه، والمحامي اللي معاه من زمان رفع على الفيس وقايل كده. طيب حتى انا بقولها، حتى لو عنده قضايا يحاسب على هذه القضايا، لانه هو لو عنده قضيه سيحكم عليه فيها بالسجن. ما عندوش. انما لو احنا هنمسك السلاح الميري ونحكم عليه في الشارع، ايوه القضيه تانية بقى، يعني القضيه واخده اتجاه اخر يعني. يا استاذ وائل، حضرتك محمد ده اخويا، ما اتحبسش ولا يوم قبل كده في حياته، في حياته ما اتحبسش، يبقى ازاي مسجل؟ ده اخويا حضرتك، مش حد غير. طيب يعني هو ما دخلش السجن خالص في حياته، خالص، ولا يوم اتحبس قبل كده. كان يتخانق يروح نودي له محامي يطلعه براءه، بس هو ده اللي محمد. ويوم ما ربنا هداه جمع حق التوك توك بالعافيه، وعاد الله واستلف مني ومن غيرنا فلوس عشان يكمل حق التوك توك. طيب عليه بقيت قصاد والله. انا بشكرك، الف شكر يا جماعه. يعني خلونا، هي حدود هذه القضية زي ما قلت لكم هي واقعة فردية لا تصيب كل جهاز الشرطة. اتنين، انما اللي يتعلق بجهاز الشرطة هو حدود استخدام السلاح الميري في واقعتين، في زفتة امين شرطة قتل راكبا، في المنوفية ضابط شرطة اطلق الرصاص وحالة المصاب في حالة خطيرة على سائق توك توك. والملاحظة الثانية هي حدود التعامل مع التكاتك كمان، يتمنعها خالص، يتمنع هذا الاقتصاد الخفي والسري اللي أصبح من أهم قطاعات الاقتصاد في مصر. كل الناس شغالة دلوقتي في التكاتك على ما بين المحافظات وما بين القرى وما بين المدن، وعايشين بيوتهم عايشة على كده. أنت ما منعتوش، يتقنن التوك توك يتمنعه، انما في مصر هتفضل الامور معلقه بهذا الشكل. زي بالظبط الكافيهات، لا انت منعتها، انت سبتها تنشا وتنمو، وبعد كده فجاه قلت لا ده مخالفه للقانون. هي عشوائيه او قانون مطاطي، لما بتحب تطبقه بتطبقه.